ذكريات الجامعة الجميلة، ضغط الدراسة، خوف الامتحانات والأنشطة الطلابية، وأيضا مقالب زملاء الدراسة. الحياة الجامعية مليئة بالذكريات، لكن سابقا كانت الخيارات محدودة نوعا ما أمام خريجي الثانوية. اليوم تتواجد في دولة الإمارات صروح تعليمية ضخمة تقدم المعرفة لطلابها، حتى غدت الإمارات مقصدا للتحصيل الدراسي على مستوى المنطقة. الجامعة البريطانية في دبي هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. الزميلة ميس أكراد تنقل لنا أجواء تخريج الدفعة الثانية من طلابها. قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس دائرة الطيران المدني، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، رئيس الجامعة البريطانية في دبي بتخريج الدفعة الثانية من طلبة الجامعة البريطانية. وقد منحت الجامعة طلبتها درجة الماجستير هؤلاء الطلبة الذين يمتازون بالخبرة في المجال العملي. بلا شك أن الجامعات البريطانية من الجامعات المعروفة عالميا، واللي تخرجوا منها كبير كثير من الناس، سواء في عدة مجالات تخصصية. فوجود الجامعة البريطانية اليوم هنا مجتمع، وبلا شك أنه دعم لكل فرد في هذا المجتمع، وأيضا بالنسبة للمنطقة ككل. يساهم في الجامعة البريطانية عدد من الشركات التي كان لها دور كبير في هذا الحدث، حيث تعتبر التبرعات التي تقدمها آلية تضمن تحويل طلبة اليوم إلى أخصائي المستقبل، والذين سيلعبون دورا هاما في اقتصاد الدولة المزدهر. تطمح الجامعة البريطانية في دبي إلى تحقيق أعلى المقاييس البريطانية في التعليم والمعروفة عالميا، وذلك من خلال مشاركتها مع جامعة إدنبرا وجامعة بيرمنغهام وجامعة مانشستر وجامعة كارديف، والآن مع كلية كاس للاقتصاد التابعة لجامعة سيتي في لندن. وكل منها يتمتع بتصنيف 5 نجوم من ناحية تقييم البحث الوطني البريطاني. مطار دبي الدولي الذي تحول على مدى سنوات قليلة من مجرد مهبط جوي على